جديدة من مانشيت أحمر، معي أنا ريمان عيسي. نبدأ من المانشيت العراقي. الدولار يواصل ارتفاعه بلا هداوة ولا وتحذيرات من تداعيات الأزمة على الأسواق العراقية. ومن هنا ننتقل إلى الانتخابات في الإقليم. على رادار بغداد اهتمام حكومي بإنجاز المهمة ودعوات للتوافق بين الأحزاب الكردية. أخيرا نتوقف عند قضية الشيخ براك، اهتمام واسع بهذه القضية وتسليط الضوء على الخلافات يعزز ثقة الإنسان بالذكاء الاصطناعي ويدفعه إلى التفكير في الهجرة نحو الآلات. على أعتاب المشهد الاقتصادي العراقي تجلس الأزمة المالية المتتالية وتتساءل الأسواق المضطربة عن إمكانية صمود الدينار العراقي أمام العملة الأمريكية. إنها حكاية تتخللها التساؤلات الحائرة، فالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار أمام الدينار أثار الاضطرابات والمخاوف، بينما تبقى الحلول غير واضحة. إذن من جديد يعود العراق إلى المربع الأول، حيث أزمة الدولار التي تظهر بين الحين والآخر في ظل محاولات حكومية لإنعاش الاقتصاد المضطرب، بينما يرى مراقبون أن تلك الخطوات لا تزال محاطة بالمخاوف والقلق المشروع. قلق يتجه نحو طبيعة تأثير تلك التطورات المالية على الأسواق المحلية بأكملها وعلى المواطنين البسطاء بشكل خاص، فالارتفاع المستمر في سعر الدولار يرفع سقف السلع والمواد الأساسية، مما يزيد العبء على الفقراء والمحتاجين ويصعب من ظروف الحياة المعيشية. إذن عقوبات جديدة للقطاع المصرفي العراقي بعد معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية 14 مصرفا عراقيا تتهمها واشنطن بتعاملات مشبوهة كغسيل الأموال والاحتيال وتهريب العملة الأجنبية إلى إيران، وهو ما أدى إلى تدهور جديد في سعر صرف الدولار في السوق المحلية. لجان نيابية ومختصون رأوا أن العقوبات نتائج أو أن للعقوبات نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعاني منه البلاد منذ 3 سنوات، ما يستدعي وفق هؤلاء المختصين تكثيف الرقابة على عمل المصارف لمنع أي تعاملات خارج الأطر المسموح بها لتفادي أي عقوبات أمريكية جديدة على مصارف أخرى قد تؤدي إلى تأثير أكبر وأخطر على الوضع الاقتصادي والمالي. محللون ومراقبون للشأن الاقتصادي يرون أن ارتفاع سعر صرف الدولار ربما سيستمر لوقت أطول، وهو ما يتطلب موقفا وإجراءات حقيقية قبل أن يتحول إلى أزمة مستمرة تؤثر في الأسواق كتلك التي حلت خلال الأشهر الماضية، حينها تجاوز سعر الصرف 170 ألفا مقابل كل 100 دولار. أتوقف كثيرا عند هذا المانشيت مع الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش وكذلك مراسل الشرقية من بغداد خطاب عادل. وقبل أن نتحدث عن التحديات التي تواجه السوق العراقية أذهب إلى السوق، إلى قلب السوق مع خطاب عادل. تفضل خطاب، أطلعنا على الأسعار، كم بلغ سعر صرف الدولار حتى هذه اللحظة؟ تفضل. مرحبا ريما، قضية الدولار تشغل بال العراقيين كثيرا. الموضوع الأهم والذي يتصدر يومياتهم بمسألة صرف الدولار قياسا بالمرتبات الشهرية التي يتسلمها الموظف العراقي ورب الأسرة وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب المحال التجارية الذين تأثروا تأثير كبير بهذه المسألة، خصوصا وأن أسعار الصرف لا تزال ربما تشكل يعني تشهد ترنحا لم يقف عند حد معين. يعني الدولار والورق باللهجة العراقية واللهجة الشعبية هو بات يعني ربما هي يعني أصبح
حديث الشارع وبات عرضة لمزاجات معينة، الصيارفة ومحال الصيرفة والذين يعملون بتداول العملة، يعني الكل على حدة يتصرف بما يشاء وبحسب ما تقتضيه الحاجة. لديه أسعار الصرف من 150 تصل إلى حتى 155، يعني البعض يختلف، يعني سعر الصرف يختلف من مكان إلى آخر ويختلف من جهة إلى أخرى. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ الله يحفظك. الله يسلمك أستاذ خطاب، على رأسي، على حومك يا عمي. سؤال، يعني شلون تعيشون لحظات ارتفاع عدم استقرار السوق وحالة عدم استقرار سعر صرف الدولار الورق باللهجة العامية؟ خلينا نحكي بشكل شعبي، شنو اللي دا تعانون؟ والله استاذ خطاب دمرنا، الله شاهد ورسوله. لا شفت السوق هذا، يعني صار العمل صفر، عندنا ايجارات، عندنا ايجارات، عندنا التزامات عائليه، يعني من يعني مو هسه، من قبل يعني هي اصلا، ونوبه زاد بالطين بله. يعني الدوله ما اعرف شو تسوي، ما ادري، يعني ما اعرف، ما احترامات الدوله، ما ادري والله. قضيه المصارف اللي مصارف مو هي، مو سوق المصارف، هي سوق الدوله. ماكو مهنيه بالتعاطي مع هذا الملف. سوق الدوله اللي ما خلت لهم فد مراقبه او فد شيء او تشدد بالمراقبه عليهم. يعني ليش هيك هالعقوبات اجت هسه اثرت على السوق؟ الدولار صار 155. زين واثر استاذ خطاب استاذ على السوق كله. سلسله العمل بهذا الاتجاه وصلتكم تاثيراتها؟ طبعا استاذ خطاب، شوف انت السوق يعني كله انتهى والله، يعني مثل ما نفتح مثل ما نعزل ولا زبون ماكو. يعني صح الحر موجود وهذا، بس يعني الدولار من يصعد الناس ترتبك استاذ خطاب، الناس اللي عندها فلوس تضمه مو؟ فان شاء الله بس الله يدري بيها، بس الله يوقف لنا. الله كريم. يعني عندنا ايجارات، عندنا التزامات، عندنا هيك شيء. وانا اشكرك استاذ خطاب، اشكركم كل الاحترام. ممنون منك. ممنون من الشرقيه هي صوتنا، بعديه اللي توصل صوتنا صوتكم ومنكم واليكم، وان شاء الله حاضرين لاي امر تشوفوه مناسب احنا نطرحه. تحياتي عبر قناه سعد البزاز، تحياتي. كل الاحترام، كل الاحترام، كل الاحترام. السلام عليكم، شلونكم؟ شلونك استاذ خطاب؟ شلونك يا ورد؟ صحه وعافيه لك حبيبي، مشتاق لك يا عمري. انا الاشوق حبيبي. سؤال، ايه يا الله، سعر صرف الدولار اللي غير ثابت، اي والله، شنو تبعاته، شنو تاثيراته عليه؟ والله تاثيرات كلش يعني قويه علينا، تاثيرات على السوق، تاثيرات على الدخل، الدخل شو اسمه، اهل الدخل يعني المحدود. زين ابوي انت، فيعني اثر علينا وعلى رزقنا وعلى شغلنا. يعني الحاجه كنا نجيبها شويه طق ناقص نبيعها، هسه تروح عليهم يقول لك يابا صعدت، تجي على انت تريد تبيعها يابا صعدت، يقول لك احنا ما علينا بالورق، تبيعناها نفس ما هي يابا مهون. اي والله مشكله، بالله العظيم مشكله. زين هذا من يصعد ياذينا، هاك شوف السوق فارق، ها من يوم اللي صعد لليوم اثر على العرض والطلب، كل طبعا شيء اكيد ياثر على الطلب وياثر على هاي حاجه. بخمسه تقولها بسته، تقول لك لا بخمسه انا اخذها، يا مو الورق مو صاعد شلون؟ تقول لك انا ما علي بالورق، انا علي اخذها بخمسه. الله يحفظك. الله يحفظك حبيبي، جدا ممنون منك. الله يحفظك. الشرقيه معاكم دائما، تتفقد همومكم وتفاصيلكم. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو الاخبار؟ شلون الورق؟ شلون الامور؟ شلون التفاصيل؟ والله السوق تعبان يعني. سوق تعبان، وهذا شوف الحاله انت شلون صاير. يعني ماكو قدره شرائيه مثل قبل. شلون؟ طبعا اكيد. اكيد الدولار ياثر. اكيد طبعا. كم يوم صار هذا التاثير؟ كم يوم صار؟ اسبوع سوق تعبان. هاي الحاله انه انت لما تجيب بضاعه بشيء معين ويتغير متغيرات السوق، طبعا هاي الحاله تشكل عندك خساره لو طبعا تشكل خساره. طبعا اكيد هواي شكل خساره. من تجيب بضاعه بشكل سعر وتبيعها بشكل سعر ثاني، اكيد خساره. يعني اذا تصعد البضائع واحنا نبقى نفس السعر، لان العالم ما قاعد تشتري، ما عاد قدره شرائيه مثل قبل. شكرا. اهلا وسهلا. شلونك يا ورد؟ قلبك. شو اخبارك؟ انت ابو شاي تاثرت بهاي التفاصيل؟ احنا بكل شيء متاثرين شباب العراق. والله العظيم يعني من ناحيه، اولا انا خريج بكالوريوس علوم كيمياء جامعه النهرين. فقاعد نواجه صعوبه اليوم، العمل الحر، يعني كنا نقول العمل الحر افضل من الوظيفه، لكن بالوقت الحالي اصبح العمل الحر بظل هذه الظروف بائس جدا الى ابعد حد. لذلك نطالب بنزول سعر الدولار حتى يرجع السوق الى عملك تاثر. فعلا كل السوق تاثر. احنا اليوم واحد
مرتبطه بعمل الثاني. نعم خطاب. فعلا فعلا يعني مثلا يجي على ابو الملابس بعدين يجي مثلا يجي مثلا دول السوق لا ياكل لقمه او ابو الشربت ابو الشاي، فكل العمل مرتبط واحد سلسله هي، فكل تتاثر. لا يعني احد يقول لك مثلا اني لا سوقي احسن واحد، لا مستحيل، هي سلسله. لذلك هو من يجي المشتري راح يمر على كل فئات السوق، لذلك فالكل يتاثر. نطالب ان شاء الله بنزول سعر الدولار حتى يصبح السوق ان شاء الله في وإن شاء الله السوق يكون متوازن. شكرا جزيلا. نعم خطاب، لازلنا متواصلين وياكم من أسواق العاصمة بغداد. نعم ريمة، يعني هذا حال وأحوال السوق. طب يعني الآن مباشر يعني حال وأحوال السوق يعني يبدو شبه فارغ تماما، يعني الناس متأثرة تماما بهذه القضية. نعم خطاب. زين، سنتوقف عند الآثار وتأثير هذه العقوبات على الأسواق العراقية مع الخبير الاقتصادي أكرم مصطفى حنتوش. مرحبا بك سيد مصطفى. يعني منذ أن أعلنت العقوبات الأمريكية على 14 مصرفا عراقيا شهدت العملة المحلية تراجعا، كذلك أدى إلى ارتفاع في السلع المحلية، وكما تشاهد وشاهد يعني المتابعون تقريبا السوق فارغة بحسب استعراض خطاب عادل إحدى الأسواق من العاصمة العراقية. هذا هو حال العاصمة، فما بالك بالمحافظات الأخرى؟ إلى أي مدى يؤثر هذا الارتفاع للعملة على المواطن العراقي؟ وهل تتفق مع من يتوقع بأن أسعار الدولار ستستمر بالارتفاع في الفترة القادمة؟ بداية حضرة الشتريمة ورحب بمشاهدي قناتكم الكرام. نعم، من الواضح أن الارتفاع مستمر بسعر الصرف، العقوبات الأمريكية مستمرة، يعني نتوقع أن هاي أول خطوة، لا هاي الخطوة يمكن رقم 5 بالنسبة لإجراءات الأمريكان اتجاه النظام المصرفي العراقي. يعني بدأت بإخراج 4 مصارف، ثم منصة فلتر، ثم بعد ذلك إيقاف البطاقات الذهبية، ثم يعني محاولة تسليم الدولار لأربعة مصارف يعني محددة، والآن انتهت ب 14 مصرف. وأعتقد أن القائمة تطول بهذه العقوبات، وقد تشمل ليست عمليات مصرفيه، قد ننتقل للنموذج التجاري، ايقاف التجاره من يعني من دول محدده، تحديد النموذج التجاري، وقد تنتقل الى حسابات الدوله اذا استمرت هذه الوضعيه. السوق العراقيه طبعا يتوقف عمليات العرض والشراء، البيع والشراء توقف باختلال سعر اللي احنا نسميه سعر التوازن وسعر الصرف. لماذا؟ لان انا عندي بضاعه، بس هاي البضاعه من ايدي ابيعها انا ما اعرف هسه هي تصعد راح تنزل على اي على اي على اي تقدير. انا اذا اشتري هسه اما اذا اشتري هم حاير، خاف يبيعوا ليها على اعلى سعر وهي بعدين تنزل. فهذا يسبب حقيقه التلاعب بالعملات، يسبب صدمه يسموها صدمه التعامل، هاي الصدمه الاوليه. هذه الصدمه تاخذ خلينا نقول شهر، بعد ذلك يعني اما تستقر اما تطول هذه الصدمه الى صدمه تداول، ان شاء الله ما تطول. فبالنتيجه نعم احنا نعرف ان السوق في حاله كسل وحاله كساد، وهذا مؤسف جدا. وبالتالي احنا الشعب العراقي ما يقارب 12 او 15 مليون شخص هو يعتمد على القطاع الخاص، يعني عانته من القطاع الخاص، هذا احكي عاملين في القطاع الخاص، هذا غير العوائل اللي تابعت لهم وغيرها من الامور. الحلول، اذا نتحدث عن الحلول، اعتقد ان الوضعيه الحاليه والسياسه الحاليه بين المركزي لم تعد تنفع، يجب تغييرها بشكل جذري. موضوع سعر الصرف الرسمي، لا أنا بدي أتوقف عند نقطة أيضا تطرح من قبل العراقيين وتساؤل منطقي ومشروع أيضا. سعر الصرف المركزي مقابل سعر الصرف في يعني السوق السوداء كما تسمى، هذا الاختلاف الكبير، يعني 130 مقابل 150 دولار في السوق السوداء، إلى أي مدى أيضا يزعزع ربما أو يجعل نوع من الارتباك في السوق وكذلك في القطاع المصرفي؟ يعني ارتباك، أعتقد الآن الاقتصاد العراقي في حالة شلل في هذه المرحلة. وعلى فكرة السعر اللي هو 132 ألف دينار ل 100 دولار،
هذا السعر اللي هو الرسمي، حتى التاجر اللي ياخذ السعر الرسمي ويجيب بضاعه ما يكسرها على 132 من يجي يبيع، لا يكسرها على 150,000. ليش؟ يقول لك انا بسعر اليوم دابع، ما لي علاقه انا بالسعر اللي اخذته بالدولار، هو يعتبرها مكسب. بس هذا حقيقه هي شطاره ما اعرف. فبالنتيجه احنا قاعد السعر الحقيقي الفعال هو السعر الموازي، هذا سعر الدوله، هاي ارباح يعني ثانويه تذهب الى جيوب بعض التجار. الموضوع في حاله تطور، نعم في حاله تطور. الامريكان لديهم رؤيه، بس هاي الرؤيه ما اعرف هل هي خفيه، ما ادري والله. يابا اكو تجاره مع ايران وسوريا وبعض الدول كبيره عندكم، هسه مو بس احنا، الخليج العربي عنده 32 مليار دولار تجاره، لكن شنو واضحه الاوراق، هاي مواد ما تقدر تستورد، هاي الدول ما تقدر تنتجها، استيرادها من مكان اخر مكلفه، فبالنسبه لايران هاي ارخص، فماخذين موافقات مضبطين امورهم ويا الامريكان، بعضها يدفعوها للدبلوماسيين، بعضها تجاره لصالح ايران، يعني يستوردون لايران بضاعه، بعضها توضع في حسابات. احنا عمليه الكذب على الامريكان ما قاعد تجدي نفعا صراحة، نقولهم ما عندنا تجارة، التهريب ما موجود، وهم كاشفين ذاك هو الموضوع، يومية 15 20 مليون دولار تذهب إلى التجارة، هسه موجودة التجارة لكن أمريكا ما قابلة عليها. هذا الموضوع حقيقة يسوي عقوبات يوم بعد يوم. يجب الآن الحل السريع البنك المركزي شنو كان؟ تكون واضحة، عملية سحب الشركات الصارفة من المصارف وتعاملها مباشر. ايوه شنو كانت النقطة؟ كانت شركة الصرف يجيب زبون تاجر، أوكي. هذا التاجر ياخذ طلبه يوديه المصرف، المصرف يوديه البنك المركزي، فالمنصة من تسوي التحويل بعدين عقوبات تجي على من على المصرف اذا طلعت التحويلة بها مشاكل بعدين، واكو جزء منها يتحول الى دول امريكا ما تريدها. فالحل شنو هالحل؟ بدل ما نروح نعالج الموقف ونتفاوض ضد الامريكان، الحل اربط المصارف مباشرة بالبنك المركزي، حتى الفدرالي لما يلقف تحويلة بها مشاكل ما يعاقب مصارف، يعاقب شركات وساطة. اسمعني انا يعني مقتنعين بهالسالفه هاي شركات الوساطه. سيد مصطفى يعني فقط البعض يتوقع يعني، ولا انا لا اريد ان اتبنى، لكن هناك مخاوف حقيقيه اليوم على الاقتصاد العراقي من هذه السياسه او ربما الاستمرار ببعض السلوكيات الاقتصاديه التي يعني تؤدي الى هذا الواقع وتفرض عقوبات على المصارف العراقيه. هذه السياسة، استمرار هذه السياسة، يتوقع البعض أنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار تام للاقتصاد العراقي، ويعني أن يحدث ما حدث قبل ذلك في المصارف اللبنانية. هل هذه المقاربة صحيحة، قريبة من الواقع وفق المؤشرات المعطيات الحالية؟ نعم قريبة جدا. نحن احنا ما مفلسين، اللبنانيين مفلسين عندهم مشاكل، لكن احنا عندنا مبالغ، لكن احنا قريبين نماذج اخرى في المنطقة يفرضون عقوبات على ارصدتنا، فبالتالي تكون العملة اللي احنا مصدرها بلا غطاء فتفقد قيمتها بين يوم وليلة، يعني حقيقة مو صعب هذا الموضوع. نعم انا اعتقد ان احنا اذا استمرينا بهذه السياسة، سياسة عدم الوضوح مع الامريكان اللي هم كاشفين حركاتنا، هسه في بعض الاحيان انت عندك حركات تناور بها. شوف حضرت السابقة كانت المبادرات الصناعية كنا موجهين لأمريكان نحن عندنا مبادرات ودا نحاول نصنع الأشياء وراح نقلل الاستيراد، يعني أعتقد كانت ورقة تفاوض جيدة. البنك المركزي حتى هاي المبادرات وقفها، يعني هسه من تقول للأمريكان أنا إذا أصنع داخليا إذا بطل استيراد من إيران أو من غيرها، شنو دليلك على هذا الموضوع؟ حتى مبادراتك أنت موقفة، مبادرة ماكو، عملية الاستيراد يوم عن يوم تزيد، فالأمريكان ما قاعد يصدقونه. فعدم تصديقهم يؤدي إلى فرض سياسات يعني تشنج أكثر معانا. احنا بحاجه الى صدق، احنا مو الوحيدين اللي نستورد من دول في المنطقه محظور عمليه الاستيراد، الخليج دي يستورد، وايد دول قاعد تستورد، لكن العمليه بمصارحه، هاي البضاعه عندنا ما نقدر نصنعها، او اذا نقدر نصنعها نحط خطه لصناعتها، ما نقدر نستوردها ناخذ موافقه، عمليه ان احنا نقول ما عندنا عمليه استيراد واحنا عندنا استيراد ضخم، عمليه مكشوفه تؤدي بالاقتصاد الى انهيار يوم بعد يوم. نعم. اعتقد ان اكو فد مساله مهمه يجب ان ينتبه لها اصحاب القرار بشان السياسه النقديه. احنا اكو صراع دولي بين قطب اللي هو امريكا وهذه المجموعه الاقتصاديه الضخمه، وبين اقطاب اخرى مثل ايران ومثل تركيا. هسه تركيا في موضوع اتفاقيه لوزان وصراعاتها مع امريكا، وايران بالنسبه لايديولوجياتها. هذا الصراع احنا مو بمستوى، هاي الدول متراميه الاطراف، عندها اقتصاديات ضخمه، عندها صناعات متكامله، وقاعد تتعارك بيناتهم، هسه بيناتهم منو يغلب؟ احنا ما لنا علاقه. احنا ليش بدنا نحط نفسنا بالنص؟ يعني لما نروح بالرجلين والاقتصاد مالتنا ينهار واحنا لا صناعه ولا زراعه ويصير عندنا مجاعات هنا، زين
أعتقد أنه يجب التريث، يجب وضع العملية بمحط، يعني نحط نفسنا في نقطة لا نكون احنا ملامين من قبل الامريكان وغيره، احنا قدراتنا لهنا. احنا نريد نستورد من ايران بس ممنوع، ما واحد يقول لك ممنوع الا تجيب لنفسك مشاكل. فعمليا يجب التريث واخذ خطوات جديه بشان العقوبات الامريكيه لعلم مصلحتنا صراحه، يعني مو على مخاطر امريكيه، من الخاطر على الاقتصاد العراقي. نعم بالتاكيد، يعني وهو يعني هنا النقطة الرئيسية، ولهذا نحن نتحدث دائما يعني عن هذا المانشيت الذي يقلق العراقيين بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، كنت ضيف المانشيت. يبدو أن الانتخابات النيابية في إقليم كردستان أصبحت مكتملة الأركان إلا قليلة، فالموعد هو شباط المقبل، والجهة المنفذة هي المفوضية العليا في بغداد، بما تبقى الدعوات مستمرة نحو تحقيق توافق كردي داخلي ينهي العملية الانتخابية برضا ومقبولية. لكن بالرغم من ذلك فإن الطريق ليس سهلا أمام الانتخابات بسبب اشتراطات تضعها بعض الأحزاب، كما أن قانون الانتخابات الحالي هو مثار خلاف بينها، فهناك من يطالب بالدائرة الواحدة وهناك من يفضل الدوائر المتعددة، فضلا عن تفاصيل أخرى في القانون الانتخابي. نتابع التقرير ثم نعود. يبدو أن بغداد دخلت بقوة على خط الانتخابات النيابية في إقليم كردستان بعد تأكيدات حكومية متعددة على أهمية تحديد موعد لإجراء تلك الانتخابات وتحقيق توافق كردي داخلي بشأنها. وبحسب ديوان رئاسة إقليم كردستان فإن موعد إجراء انتخابات الإقليم لن يتعدى شهر شباط من العام المقبل، ويأتي ذلك بعد اقتراح قدمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينص على إمكانية تأجيل انتخابات كردستان إلى 18 من فبراير شباط عام 2024. وتطالب أحزاب كردية بوضع مسار للإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانتخابات في الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، بما يضمن تعديل قانون الانتخابات والجهة التي ستدير الملف الانتخابي. فيما تقول تلك الأحزاب إن العودة إلى قانون الانتخابات السابق غير ممكنة بسبب الاعتراضات التي تواجهه. هذا المانشيت ينضم معي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنجانة، وكذلك مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سليمان، والخبير الانتخابي وعضو المفوضية السابق سعيد كاكائي. أهلا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ منك سيد سعيد. إذا أردنا أن نتحدث عن الانتخابات اليوم وانتخابات مجالس المحافظات لابد أن نتحدث أيضا على الانتخابات داخل إقليم كردستان. هناك تحديات كثيرة تواجه هذه العملية الانتخابية، هل سيكون هناك انتخابات في 18 من شباط 2024 في الإقليم أم ماذا؟ تفضل. نعم، أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام ومشاهدي الغراء لقناة الشرقية. بكل تأكيد انتخابات برلمان كردستان استحقاق مهم ويمثل شكلية وهيكلة الدولة العراقية، لأنه انتخابات سيادية ليست محلية، انتخابات سيادية إذا ما اعتبرنا نفسنا دولة فدرالية ودولة تحترم البنود الفدرالية. كان من الأحرى للمفوضية أن تنطي أهمية أكثر لانتخابات برلمان كردستان من انتخابات مجالس المحافظة، لكن على أي حال المفوضية بدت بأعذارها وذكرت بأنه ما تقدر أن تقيم انتخابات برلمان كردستان في غياب الشرعية والقانونية لهيئة الإقليم، يعني خلينا نقول للمفوضية المتواجدة في الإقليم. فبدت يعني اعتراضاتها على أنه ما تقدر تتزامن انتخابات برلمان كردستان مع مجالس المحافظات. وأنا يعني بكل تأكيد عندي خلاف في هذا الموضوع، لأنه برلمان كردستان تمثل ثلاث محافظات وهناك أكثر من 1500 موظف يعني يستلمون رواتب من المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في بغداد، فكان الأحرى يعني إدماج أو يعني خلينا نقول إجراء انتخابات عمليتين انتخابيتين في ذات الوقت. يبدو أن السيد محمد زنقنا يشاطرك الرأي هنا، هل كانت تستطيع مفوضيات الانتخابات أن تدمج عمليتين انتخابيتين في ذات الوقت نظرا لعدد الموظفين الذي تحدث عنه 1500 موظف، وهل يعني دمج العملتين هو أمر إيجابي أم يعني أن تكون هناك بينهما فترة يعني يعطي الأريحية أكثر للمفوضية؟ نعم بالتأكيد، مساء الخير ريما، تحية لك وللزملاء والمشاهدين وحي الضيوف الكرام. طبعا مثل ما تفضل كاك سعيد، نعم في عام 2005 أيضا كانت هناك أكثر من عملية انتخابية، يعني انتخابات برلمان كردستان وانتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات لمجالس المحافظات، كل هذه العمليات الانتخابية أديرت من قبل مفوضية واحدة، مفوضية الانتخابات. في ذلك الوقت أتذكر كنا نأخذ التصريحات من قبل السيد فريد أيار، هذا الذي كان دائما مصرحا له بالحديث عن العملية الانتخابية وجرت بكل سلاسة وجرت بكل بساطة. نعم انتخابات مجالس المحافظات على المستوى العراقي، إقليم كردستان بمحافظاتها الثلاث باعتبار أن حلبجة حتى هذه اللحظة لا تعتبر محافظة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأن الإجراءات الاتحادية مع محافظة حلبجة لم تنتهي حتى هذه اللحظة على الرغم من إقرارها كمحافظة منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة. ثلاث محافظات أربيل، دهوك، سليمانية، هناك أكثر من 1500 موظف، يعني سيكونون تقريبا عاطلين عن العمل في فترة انتخابات مجالس المحافظات العراقية. كانت تستطيع المفوضية استغلال هذا الموضوع بمساعدة وبوجود متطوعين من إقليم كردستان من القضاة أو من أعضاء المفوضية الكردستانية، والذين يعني حلت المفوضية الكردستانية بمجرد حل برلمان كردستان بدورته الخامسة، التعاون في هذا الموضوع وخصوصا باستغلال السلطات التشريعية المحدودة لرئيس إقليم كردستان بغياب السلطة التشريعية لإقليم كردستان، كان يستطيع تعيين قضاة بمكان المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان لإدارة هذه العملية. هذه المسألة لم تحصل. هل هناك مسائل سياسية، عوارض سياسية، هل هناك عراقيل قانونية؟ أنا لا أعتقد أن هناك عراقيل قانونية لهذا الموضوع. إذن المسألة بكل صراحة سياسية بحتة، من الممكن أن تكون إرضاء لطرف معين، من الممكن أن تكون تحديا لطرف آخر، من الممكن أن تكون لمسألة لمجرد تأخير عملية إجراء برلمان انتخابات برلمان كردستان لكي تكون هناك ملاحظات على سير العملية الديمقراطية في الإقليم. نحن نعلم بأن الجانب الدولي ينظر إلى الديمقراطية من منظور الانتخابات كيفما كانت هذه الانتخابات. طيب. المهم هاي الدولة بها انتخابات، انتخابات جيدة سيئة ولكن فيها انتخابات، إذن فيها ديمقراطية، مع أن الانتخابات هي وجه بسيط من وجه الديمقراطية. نتذكر في ثلاثينيات القرن الماضي هتلر إجا بالانتخابات للحكم، يعني وحكم ألمانيا واحتل أكثر من ثلاثة أرباع أوروبا. إذن المسألة بكل صراحة سياسية أكثر مما تكون فنية أو تقنية، لكننا ننتظر الاتفاق السياسي الأخير حول هذا الموضوع، وأنا لا أتصور أن الموعد للانتخابات سيتأخر أكثر عن شباط. نعم نعم، خليني أذهب بهذه يعني بما تفضلت به سيد محمد زنقنا وسيد سعيد كاكائي إلى مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات سيد داود، مرحبا بك. كيف ترد على هذا الكلام من السيد محمد زنقنا بأنه كان من الممكن إجراء عمليتين انتخابيتين من قبل المفوضية في ذات الوقت، وإنما جرى ربما وهذه القرارات الأخيرة لها دوافع سياسية؟ هل تستطيع المفوضية فعلا إجراء عمليتين انتخابيتين في نفس الوقت؟ وإذا كانت تستطيع لماذا يعني باعدت بينهما؟ شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى الضيوف الكرام. حقيقة أنا أستغرب يعني من هذه التصريحات، وأن المشكلة هي مشكلة موارد بشرية، وأن الأعداد من الموظفين الموجودين الوطن مو هيك، يعني مو ليس كذلك. المشكلة هي مشكلة فنية. انتخابات 23 ليست كانتخابات 2005، الإجراءات اختلفت تماما، تحولنا من الجانب الورقي إلى الجانب الإلكتروني، فضلا عن أنه كثير من الإجراءات التي تخص إقليم كردستان، انتخابات برلمان إقليم كردستان لم ترد إلى المفوضية لحد الآن. قانون الانتخابات مثل ما تفضلتم في مقدمة البرنامج، قانون الانتخابات الذي يختص أو يخص انتخابات برلمان إقليم كردستان لم يصل إلى المفوضية لغاية اليوم. فقط الكتاب الذي وصل إلى المفوضية هو كتاب بيان رأي حول
موعد إجراء الانتخابات، ومجلس المفوضين بعد اجتماعه باللجان الفنية قرر أن يكون الانتخابات 18/2 أو ما بعد هذا الموعد. لذلك فإن يعني إجراء الانتخابات في هذا الموعد هو موعد مناسب للمفوضية لغرض بعد الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمصادقة على النتائج التي نتوقع أن تتم المصادقة عليها يعني غضون شهر أو أقل الشهر بعد إجراء عمليات العد والفرز اليدوي بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات. كثير من المعرقلات التي تواجه إقامة الانتخابات في آن واحد وهي جوانب فنية أكثر من ما هي جوانب تخص الموارد البشرية، وكون أن عدد الموظفين يكفي لإقامة الانتخابات. نعم لدينا مراكز تسجيل في كافة محافظات إقليم كردستان، وكذلك يجب أن يكون هنالك موظفو اقتراع، وبالتالي يكون هنالك إجراءات اقتراع، إجراءات عد وفرز، إجراءات الأجهزة، هذه كلها الآن معلقة بسبب عدم وجود قانون الانتخابات برلمان إقليم كردستان. يعني الصورة ست الأخوة الضيوف، احنا شلون نقدر يعني نسوي جدول زمن الآن، جدول زمن الانتخابات مجالس المحافظات ماضي باتجاه إقامة الانتخابات في موعد محدد، ولغاية الآن أو قبل ورود الكتاب من برلمان أو من هيئة إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان، لغوا إجراء الانتخابات، لا يوجد أي موعد محدد لإجراء الانتخابات أو قانون قد ورد علم المفوضية أو موعد نبني عليه الجدول الزمني. فكيف لانتخابات بدون قانون أن نحدد وقت أو أن تجري في مع انتخابات أخرى وبنفس الإجراءات مع جدول زمني شارف على الانتهاء؟ يعني لدينا ملف الأجهزة، لدينا ملف اللوجس، الملف القانوني، الملف الإداري، موظفو الاقتراع، اللجان التي تعمل. يعني اللجان الآن كثير من اللجان قاربت على الانتهاء، لجان المحاكاة، لجان الواجهات، موظفو الاقتراع، السلامة الوقائية، لجان المخازن. هذه اللجان قاربت على الانتهاء، كيف لانتخابات أخرى لم يرد القانون لحد الآن يجب أن تجري؟ المشكلة ليست مشكلة موارد بشرية، إنما مشكلة هي فنية. أبقى معي السيد داود والسيد سعيد، عذرا منك يعني المفروض دورك، لكن أنا مضطرة أنتقل يعني للسيد محمد زنقنا أيضا لأسباب فنية. سيد محمد، كيف ترد على هذا الكلام؟ الإقليم حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد، هي مشكلة داخل الإقليم وليس أبدا في المفوضية. طبعا نحن نتحدث عن تاريخ يمتد إلى أكثر من سنة، يعني هذه مسألة العراقيل كانت موجودة نعم حتى من داخل كردستان من قبل بعض الأحزاب التي حاولت تأجيل العملية الانتخابية لأن شعبيتها في الشارع قلت، وهناك الكثير من المسائل التي تتعلق بالصراعات الداخلية لهذه الأحزاب تم تصديرها إلى العملية الانتخابية فعرقلت العملية الانتخابية من خلال المرونة التي أبداها الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم أنا أتفق مع السيد داود، نحن لسنا الآن مثل 2005، نحن أفضل بكثير من 2005 في 2005 فنياً. نعم فنياً لم نكن نستعمل الأجهزة، كنا على الإجراءات الورقية، اليوم نحن على الأجهزة والألكترونيات والكمبيوترات، يعني شغل شهر من الممكن أن نخلصه بأسبوع أو بعشر أيام أكثر شيء، يعني هذه المسألة من الممكن أن تسرع الموضوع. هذا أولا. ثانيا، بمجرد وجود حكم قضائي من قبل المحكمة الاتحادية بحل هذه الدورة من برلمان كردستان، هذه تعيدنا إلى قانون انتخابات 2018، مسألة الدائرة الواحدة، مسألة الكوتا في الدائرة الواحدة، مسألة القائمة شبه مغلقة. إذن القانون جاهز والآليات جاهزة وطريقة تطبيق العملية الانتخابية أيضا جاهزة، يعني هذه المسألة أكبر بكثير من المفوضية ومن مسائل تتعلق بآراء في داخل إقليم كردستان. إذن هذه المسألة بكل صراحة إن قلنا إنها فنية، نعم من الممكن أن تكون المسائل الفنية معرقلة بعض الشيء، ولكن يكفينا شهر واحد أو شهرين لإجراء هذه العملية بوجود هذه الضخامة البشرية في إقليم كردستان في المحافظات الثلاثة، بوجود متطوعين. نحن في إقليم كردستان عندما قررنا برلمان كردستان عندما قرر إعادة إحياء المفوضية من جديد بعدها بأقل من 48 ساعة حل برلمان كردستان، وإلا فإن هذه المسألة كانت جاهزة وواضحة، من الممكن أن كنا نقدر نعتمد على المفوضية في إقليم كردستان بوجود المفوضية العراقية كرقيب، كجهة رقيبة أو كجهة أساسية مثلا تراقب العملية الانتخابية وتساند المفوضية العليا في إقليم كردستان. إذن
بكل صراحة المسألة إن كانت فيها تأخيرات فيما يتعلق بإقليم كردستان، فإقليم كردستان منذ أكثر من عامين كان هناك قرار من قبل السيد نيتشيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان بأن تجرى العملية الانتخابية في فترة لا تتعدى أكتوبر 2021 أو نوفمبر 2022. يعني إحنا لو كانت هذه المسائل بعيدة عن الصراعات السياسية، نعم لكنا أجرينا الانتخابات ولكنا الآن في دورة سادسة لبرلمان كردستان. من الذي عرقل هذه المواضيع؟ أحزاب في إقليم كردستان ترتبط بأجنداتها مع أحزاب في داخل العملية السياسية العراقية تريد تأخير العملية الانتخابية. لديها صراعات، لديها أجنحة، لديها الكثير من المسائل التي تتعلق بالصراعات الداخلية يعني الاقتتال السياسي الغير مسلح في داخلها والانشقاقات التي تحصل. هذه النقطة اللي كنت راح أنتقل بها إلى السيد سعيد كاكاي. على كل حال شكرا لوقتك، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنقنة، كنت ضيفنا. سؤال أخير إليك سيد سعيد كاكاي، أبرز ما يؤخر العملية الانتخابية أو يؤثر على العملية الانتخابية هو التدخلات السياسية. لماذا لا يتم إبعاد السياسة أو فصل السياسة بشكل كام؟ التدخلات السياسية، أتحدث عن المفوضية الانتخابية، العملية الانتخابية. هي العملية الانتخابية سياسة يعني بدون أي مجاملة. العملية الانتخابية عبارة عن إدارة السياسة في البلد. أنا أتعجب من السيد داود عندما يذكر بأنه القانون غير جاهز. القانون مثل ما ذكر الأستاذ زنقنة موجود ودائرة واحدة وما إلى ذلك، وتحديد يوم الانتخابات حددت رئاسة إقليم كردستان، فهذه حجج واهية. المفوضية بارتئاها واحتضانها لجانب سياسي معين ارتأت أن تأخذ هذا القرار، وهذا القرار محسوب على المفوضية لأنه انحياز إلى جانب سياسي. وللأسف الشديد ما كان من المفروض على المفوضية الانحياز لجانب سياسي. احنا عندنا مطلب قانوني ومطلب دستوري واستحقاق سيادي مو محلي، استحقاق سيادي لإجراء انتخابات برلمان كردستان. هل هذا الجانب اللي أثر على المفوضية في تأخيره أو ترحيل الانتخابات إلى سنة 2024 وعد بما قامت به؟ هل هذه العملية لا تعتبر طعن في مفهوم سيادة الدولة العراقية وفي مفهوم الدستور العراقي؟ يعني الدولة عندما نتكلم عن الفيدرالية المفروض نحترم مبادئ الفيدرالية، مو نروح نلعب بتشظيات السياسة الداخلية. هذه للأسف يعني محسوبة على المفوضية. بالمناسبة المفوضية في الوقت الحاضر عدها ملاك 25% من ملاك مجموع العراق في الإقليم. فهذا الملاك اللي أكثر من 1500 موظف كان من المفروض أن يقومون بالعملية الانتخابية، مو بس الإشراف وإنما إدارة العملية الانتخابية. وبدون إشراك مفوضية الانتخابات والاستفتاء المشؤومة والمشبوهة بالتزوير والتلاعب بالنتائج. كان على المفوضية، يعني كان الأسلم على المفوضية إدارة الانتخابات في هذه السنة. لأنه هذه مطالب مو بس شعبية وإنما مطالب دولية كذلك. نعم سيد داود، كيف ترد على هذا الكلام؟ يصف سيد سعيد يعني ما قدمته من ربما أسباب لعدم إجراء انتخابات الإقليم بأنها حجج واهية. اولا كادر المفوضية في كل العراق لا يتجاوز 10,000 موظف في كل العراق، يعني 125,000 ما اعرف هذا العدد منين. كادر المفوضية الموجود حاليا والذي يعمل لا يتجاوز 10,000، بل يعني 8,000 وشوية. هاي اولا. ثانيا سؤال هو لماذا وصل الكتاب ببيان رأي المفوضية اخرا الى المفوضية؟ يعني هل هو اتفاق داخل البرلمان اقليم كردستان؟ ما اعرف عن السبب ليش لماذا لم يصل الكتاب بطلب بيان رأي او
مدى قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات مبكرا، لماذا وصل متأخرا وبالتالي سبب إحراج المفوضية، وكانت المفوضية مخيرة أو مضطرة إلى أن تجرى الانتخابات أو تعطي موعد الانتخابات إلى 18 2. هاي اثنين. ثالثا، المفوضية بعيدة عن كل الأهواء السياسية والآراء السياسية، لا تريد أن تدخل نفسها في هذا المعترك. وصل كتاب إلى المفوضية متأخر طلب بيان رأي، أنطت المفوضية الرأي بحسب اللجان الفنية. رابعا، بالنسبة إلى انتخابات الإلكترونية أسلم من الورقية، حقيقة هذا طامة كبرى. يعني أنا أتعجب كيف الانتخابات الإلكترونية أسهل من الورقية، كيف الانتخابات الإلكترونية تتطلب برمجة الأجهزة وإجراء المحاكاة وطباعة البطاقات لو أخذنا موضوع سجل الناخبين وتحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوم على الأقل، ومن ثم إجراء مقاطعة البيانات 15 يوم وطباعة البطاقات 20 أو 30 يوم، ومن ثم التوزيع. هاي فقط موضوع توزيع البطاقات إذا تكلمنا بها إحنا عندنا 6 شهر فقط هذا الموضوع. كيف للانتخاب الإلكترونية أسهل من الورقية؟ خلي نكون منصفين في التعامل مع المفوضية الحالية. المفوضية بعيدة عن كافة التجاذبات أو كافة المعترك السياسي، ما عندنا أي مشكلة مع إجراء الانتخابات. صرحنا مرارا وتكرارا أن الموعد الانتخابات برلمان إقليم كردستان يجب أن يكون بالتشاور مع المفوضية. كتاب البرلمان إقليم كردستان الذي طلب إجراء الانتخابات وصل متأخرا جدا، وكان من المفروض لو كانت هناك رؤية سياسية لإقامة الانتخابات سوية مع هذه الانتخابات أو قبلها أو بعدها بفترة منية محددة، لكان الكتاب وصل إلى المفوضية بشكل أسرع من التاريخ الذي وصل إليه. نعم، أنا أشكر وقتك مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داوود السليمان، وشكر موصول إلى خبير انتخابي وعضو المفوضية السابق سعيد كاكائي، كنتما ضيفا هذا المانشيت. شكرا جزيلا لكما. هل يهجر الإنسان الإنسان؟ هل يمكن للإنسان أن يجد ملاذه في الآلات والروبوتات؟ هل ستتغير شكل العلاقات الإنسانية وتنقلب كليا؟ هل سنكون أمام واقع مليء بالأرقام؟ وهل ستكون العلاقات مستقبلا مع الشاشات والأجهزة فقط؟ أسئلة تشغل الناس عموما مع زيادة التطور والتكنولوجيا من جهة، وزيادة التركيز المستمر على الجوانب السلبية والمشكلات الاجتماعية وقصص الخيانات والعلاقات التوكسيك وما إلى ذلك. عموما يتأثر الإنسان بشكل عميق نفسيا وعاطفيا، فالخيانات المستمرة والنزاعات والتحديات والعنف المتواصل يمكن أن يؤدي إلى شعور اليأس وفقدان الثقة في البشرية ومستقبل البشرية. وفي هذا السياق يمكن أن تكون التقنية والذكاء الاصطناعي ملاذا يبدو وكأنه يمكن أن يخلص الإنسان من تلك المشكلات والتوترات بعيدا عن الخيانات والعنف، ويطمئن ربما ويظفر براحة البال. مناسبة الحديث عن هذا الموضوع هو ما تعرض له الشيف التركي بوراك من خلافات مع والده بشأن المطاعم التي يملكها، وهو ما أثار جدلا واسعا وكبيرا حول الثقة الإنسانية وإلى أي مدى يمكن للإنسان أن يفقد الثقة حتى بأفراد عائلته في هذا الوقت. تصدر إذن اسم الشيف بوراك موقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الحديث عن عملية احتيال تعرض لها كان والده وراءها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للشيف المشهور صاحب سلسلة مطاعم كازان بوراك، وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم. قال بوراك إنه رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه، وأكد أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعم لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة بحسب وسائل إعلام محلية. فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت
في فبراير شباط الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية فقرر الأب قطع علاقته بابنه. هذه القضية فتحت باب التساؤلات عن واقع العلاقات الاجتماعية حتى داخل الأسرة الواحدة، وفيما إذا كان الإنسان سيميل مستقبلا للعيش مع التكنولوجيا وحتى الروبوتات لتسيير أعماله وعدم الاعتماد على التوكيلات الخاصة، فيما يقول معلقون إن بوراك كان بإمكانه الاستغناء عن والده وفتح مطاعمه بأسلوبه الخاص. أفتح هذا المانشيت مع الباحثة الاجتماعية غادة حلمي. مرحبا بك دكتورة غادة، كيف تنظرين إلى هذه القضية؟ فتحت باب التساؤلات على مصراعيه عن الثقة الإنسانية في الوقت الحالي، هل من الممكن أن يفقد الإنسان الثقة تماما بأخيه الإنسان، بأبيه الإنسان، يعني من يشاطره الهموم والأحزان والمشاعر ويذهب ويهجر واقعه الإنساني إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي بسبب يعني ما نشاهده اليوم على السوشيال ميديا والميديا عموما من خيانات ويعني عنف ومشكلات وتحديات، ويعني كيف تجدين الأمر؟ خليني أتكلم مع حضرتك بموضوع الموضوع فعلا حقيقي شائك جدا جدا. يمكن أمام العالم المفتوح حاليا وفي ظل تصاعد المشكلات وعرض كل منا مشكلاته على السوشيال ميديا لنرى تفاقم في مشكلات، طبعا مسألة عدم الثقة ما بين الآخرين دي موجودة من زمان، ولكن الحديث هو تواجد هذه الخلافات وهذه الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المنصات جميعها لنتعاطف معها. يعني حضرتك عرضتي حالة قد إيه كلها أثرت فينا جميعا، شيف بوراك يعني حقيقي كلنا تعاطفنا معاه بشكل كبير جدا، وأزمة فقد الثقة في أقرب الأقربون يعني حاجة حقيقي بتوحي للجميع أن احنا أمام خطر كبير جدا، أمام خطر على الرغم أن هناك بعض الإيجابيات زي ما بيقال الفضفضة، الكثير ما يقوم بعرض مشكلاته وخلافاته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات، هذه الوسائل اللي يمكن أصبحت متاحة للجميع لنجد فيها كثير من المشكلات، وللأسف بيكون هذه الخلافات والمشكلات ما بين الأقربون سواء كان الأب أو الزوج والزوجة أو الأخوات أو إلى الأصدقاء، لنجد أن هناك بديلا آخر زي ما حضرتك تحدثتي، قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلا آخر للثقة الإنسانية، الثقة التي تكسب ولا تمنح، اللي يمكن أظهرتها لينا في الأونة الأخيرة وجود روبورتات وآلات. هل فعلا أنا ما أحرك في هذا التساؤل تماما، ولكن هنرجع تاني لأساس المشكلة وهي المشاعر الإنسانية اللي بتفتقدها هذه الآلات. هل إحنا سنصل لهذا اليوم اللي يمكن بنفقد فيها نتكلم عن إن المشاعر اللي قد تؤذي البعض وتؤذي الكثير؟ هذا واقع مخيف ومستقبل حالات مخيف. كثيرة جدا سيدتي الفاضلة صحيح. قد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الصراعات، هذه الصراعات نلاقي كثيرون من الشباب للأسف يفقدوا حياتهم نتيجة الضغط والحزن نتيجة هذه الخلافات. البدائل الأخرى، هل نهرب من هذه الوسائل التي تعبر عن همومنا وتعبر عن مشاكلنا؟ احنا كل يعني اغلب دلوقتي الفئات العمريه كنا بنقول الشباب والاطفال، لكن عايزه اقول لحضرتك منصات التواصل الاجتماعي عليها كل الاعمار وكل الفئات العمريه. صحيح. كل واحد يعني الاب الذي يهجره ابنائه يكتب ايضا على السوشيال ميديا اللي هجرني ابنائي، أريد أن أين أنتم؟ ما بتسألوش عليا ليه في الأعياد في المناسبات؟ إذن فنحن أمام كارثة مجتمعية حادثة فعلا أمامنا، ليس فقط يعني مستقبل مخيف فعلا ستغادة ولا أدري إن سيكون المانشيت الآخر سنتحدث أنه يجب علينا أن نتقبل هذا الواقع وأن نتعامل مع الآلات عوضا عن التعامل مع الإنسان. هذا سؤال مخيف سيبقى ربما رهن إجابتكم أنتم.
كانت هذه أبرز المانشيتات لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك يا الباحثة الاجتماعية غادة حلمي، وشكر موصول لكم مشاهدينا. موعدنا معكم يتجدد يوم غد بمانشيتات جديدة. إلى اللقاء.